وينك يا زاهين؟ ألو؟ شو كأنه مانك سائل على حياته لرومي؟ لا أبداً، بس أنا عم حذرك لآخر مرة. هو عن جد تعبان ووضعه كتير سيء وطلب إنه يشوفك أكثر من مرة. يمكن لحد هلأ أنت فيك تنقذي حياته. يعني إذا بيصير له شيء أنت اللي رح تكوني مسؤولة عنه بوقتها، أنت وبس. لا لا، لو سمحت له يستناني، ما رح أتأخر، رح كون هونيك بعد شوي. افتح الباب. سارة، أنت ما قدرتي تستنيني 10 دقايق؟ كنت كتير قريب منك. زاهين، ضيعت الوقت كله وأنت عم تسأل. الواحد ما بتصير معه حالات طارئة. ماشي، أنا هلأ بعترف أني غلطت، بس قلي لي فوراً أنت وينك هلأ؟ أنا جاي لعندك. خلص، ما في داعي، أنا رح روح لحالي. يا سارة، إذا عرف السيد إحسان أنك رايحة لحالك بالليل رح يتضايق كتير مني. زاهين، أنا بترجاك لا توجع لي رأسي، يمكن إذا بتأخر شوي وقت رومي. شو؟ انتي رايحة تشوفي رومي؟ وبهالوقت كمان؟ سارة، انا ما رح ساعدك بشي اذا رايحة تشوفي لرومي. زاهين، رومي هلا بالمشفى، قالوا لي هو من شوي حاول ينتحر، وهلا هو موجود بالمشفى بين الحياة والموت، اكيد رح يموت اذا ما وصلت لعنده على الوقت. بس الو، شغل السيارة بسرعة. لك بعده عني، اتركوني بعده. خلاص على صوت.